أرى أن لبنان سيشارك الطائفة الشيعية الكريمة للأسف سنة 2024 اثنين، الطائفة المسيحية الكريمة والطائفة الشيعية الكريمة، الحزن والأسى جراء رحيل أحد الشخصيات الشيعية البارزة والتي تشكل رمزا من رموز الوطنية والاعتدال. تداول فيديو مثير للجدل عن عودة شخصية سياسية بعد اغتيالها. يتابع العديد من الجمهور في الوطن العربي توقعات ليلى عبد اللطيف العرافة اللبنانية التي نطقت بالعديد من التوقعات عبر ظهورها في برامج تلفزيونية مختلفة. من ضمن ما قالته ليلى عبد اللطيف في أحد اللقاءات التلفزيونية: خوف داخلي وخارجي على لبنان وحدوث عمل عدواني إسرائيلي في مناطق محددة في لبنان وبيروت تحت خط النار. وأوضحت ليلى عبد اللطيف: لبنان سيتشارك الحزن جراء رحيل إحدى الشخصيات الشيعية والتي لها دور بارز في الحفاظ على توازن البلاد، مضيفة: شبح اغتيالات يعود إلى لبنان واغتيال أحد الزعماء. وفي أحد اللقاءات المثيرة للجدل قالت ليلى عبد اللطيف إن العالم يتجه نحو شخصية سياسية وقيادية، موضحة أن تلك الشخصية أعلن عن اغتيالها ولكنها ستعود مرة أخرى إلى الساحة العامة. وفي وقت سابق قالت ليلى عبد اللطيف في لقاء تلفزيوني إن رئيس وزراء إسرائيل سيستمر وحكومة نتنياهو ستكون على المحك وقد يرحل بعد سنة، كما سيكون اتفاق عربي يقضي على الحروب في المنطقة وخاصة حرب غزة. وتابعت: خوف داخلي وخارجي على لبنان وحدوث عمل عدواني إسرائيلي في مناطق محددة من لبنان، موضحة أن سوريا والعراق ستطال بضربة من إسرائيل.